حضرتك معانا زميلنا العزيز الاستاذ احمد سعيد مراسلنا من طنطا. صباح الخير يا ابو حميد. صباح الفل عليك يا الزميل العزيز محمد تركي، برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام وبرحب بكل مشاهدي قناه مصر الزراعيه. اهلا بيك وصباح الخير وعليك وعلى الساده المشاهدين. وانا بشكرك جدا على تواجدك في محافظه الغربيه وتحديدا في طنطا تنقل لنا هذا العرس الديمقراطي الجميل واستفتائنا على دستور 2019. وايه الاخبار عندك في طنطا؟ بشكرك يا محمد. يمكن احنا في اليوم الثاني النهارده الحد، اليوم الثاني للاستفتاء على تعديل بعض المواد في الدستور المصري الخاصه بترشح الرئيس والفتره الرئاسيه وايضا مجلس الشيوخ وايضا كوته المراه والتي ستكون ب 25% داخل مجلس النواب وغيرها من بعض الفقرات الأخرى في بعض المواد والمواد الأخرى في الدستور المصري. يمكن أبدأ معك زميلي محمد عن الأمس يوم السبت. يمكن يوم السبت زي ما صرح سعادة اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن يوم السبت هنا في محافظة الغربية بثمان مراكز بجميع الدوائر الانتخابية هنا وفي محافظة الغربية مر بدون شكاوى. لا يوجد شكاوى هنا. العملية الانتخابية يوم أمس السبت مرت بثلاثة كبيرة جدا هنا في محافظة الغربية. أما عن اليوم وزي ما حضرتك سألتني وبتستفسر عن النهاردة الحد، يمكن جميع اللجان الانتخابية ويمكن من بعض المصادر الخاصة عرفت أن جميع اللجان الانتخابية فتحت في تمام الساعة 9 صباحا ولم يكن هناك أي معوقات. يمكن الإقبال هنا إقبال ملحوظ. يمكن إحنا في اليوم الثاني ويمكن هو يوم عمل، وزي ما أنت عارف زميلي محمد إن هو يوم عمل رسمي ما فيش أجازة، فيمكن لسه الإقبال ملحوظ. يمكن إحنا دلوقتي الساعة 10:30 فما نقدرش نحكم، لكن في إقبال. أيوة في إقبال لكن إقبال ملحوظ، لكن امبارح والنهاردة يمكن الإقبال. طب أنا عايز أسألك على حاجة مهمة جدا يا أستاذ أحمد. يعني في ناس كده كاتبه على فيسبوك ووسائل التواصل والله اصل بيوزعوا مش عارف هدايا، في ناس بتوزع شنط مش عارف ايه رمضان حاجات دي، هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ الحقيقه من خلال مشاهدتي انا كنت قدام مدرسه محمد فريد ودلوقتي متوجه لشارع سعيد. يمكن فيه هو عدد كبير جدا من المدارس زي مدرسه التربيه الفكريه ومدرسه الثانويه الصناعيه وغيرها من المدارس الاخرى. يمكن انا ما شفتش حاجه زي كده، ويمكن انا اتصلت باحد المصادر امبارح عشان اشوف ايه الدنيا، قال ان في بعض المبادرات من بعض الشباب ان هو واقف قدام اللجان سواء في القرى او في المدينه وخصوصا في طنطا اول، واقف قدام اللجان بلابتوب والموبايل فون وواقف قدام اللجان عشان يساعد الناخبين لمعرفه ارقامهم. ايوه قول له لجنتك فين؟ بسهوله. نعم محمد. تمام. طيب يمكن يعني الاجواء عندك الامن اخبار يعني الاستعدادات؟ يمكن في البدايه محمد لازم نتعرف ان عدد المقر الانتخابيه هنا في محافظه الغربيه بيبلغ 703 مقر انتخابي بتضم 799 لجنة فرعية. عدد الناخبين 3,337,350 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت. محافظة الغربية بتضم 8 مراكز، هي مركز طنطا، مركز بسيوم، مركز وطور، مركز طنطا، مركز زفتة، مركز كفر الزيات ومركز المحلة الكبرى. يمكن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية كان قد توجه أمس للإدلاء بصوته في لجنة الوافدين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، كان في استقباله عدد كبير جدا من المواطنين واللي هتفوا بتحيا مصر وكانوا بيحملوا الأعلام، كانت عدد كبير جدا على فكرة محمد من المواطنين. ويمكن اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد توجه لعدد من المقر الانتخابية في مركز المحلة الكبيرة واطمن على الحالة الأمنية. كنت محمد بتسأل عن الحالة الأمنية، يمكن في تواجد أمني كثيف جدا أو مكثف جدا من جناحي الأمن القوات المسلحة وأيضا الشرطة المدنية. عاملين شغل جامد. سواء في أمام المقر الانتخابية ويمكن في دوريات ثابتة ودوريات متحركة، يمكن شارع البحر والشارع الرئيس هنا في محافظة الغربية في دوريات متحركة بتطوف الشارع، في انسيابية في الحالة المرورية بحيث ان ما يحصلش
تكدس مروري، لا في تواجد أمني مكثف وكبير جدا. معاك محمد، بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز احمد سعيد من طنطا على هذه التغطية، وان شاء الله نتابع مع حضرتك مرة اخرى يعني على اخر اليوم كده.